تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم مقترحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال وفي الإخراج نمر محمد، يعطيكم العافية جميعا وصبحكم الله بالخير. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. مستمعينا أذكركم برقم التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم فقرتنا الأولى تتطرق فقرة السوشيال ميديا وكذلك فقرة الفقرات التوعوية. فقرة السوشيال ميديا الأهمية هذه الخانة بالضبط، يعني خاصة أن معلومات كثيرة تنتشر خلال هذه السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي اللي صار أن سهل الواحد يوصل له أي وقت وفي أي مكان وياخذ المعلومات منه، كذلك طرح المعلومة فيه تكون لها جاذبية أكثر وطريقتها تكون سهلة وكذلك الواحد يتلقاها بطريقة سريعة، فعشان شيء قابليتنا فنحتاج نركز على المواقع اللي نختار منها معلوماتنا، خاصة أن هذه المعلومات تتعلق بصحتنا وهذا أقل شيء يعتبر عند كل شخص فينا. فقرتنا طبعا عندنا فقرتنا التوعوية. فقرتنا التوعوية طبعا اليوم بتتطرق الموضوع جدا مهم، يمكن ما تطرقنا كثير لهذه المواضيع بس اليوم إن شاء الله بنتطرق أكثر لهذا الموضوع، هو تغذية مرضى السرطان والعلاج الكيماوي، يعني أغذية معينة يحتاجون تكون ويوم خلال فترة العلاج أغذية معينة يركزون عليها. فاليوم إن شاء الله بنتكلم أكثر عن هذه التغذية ويانا اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة الخروصي. صبحت الله بالخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا، الله صبحت بالنور والسرور حبيبتي، تفضلي. هلا. بخصوص موضوعنا اليوم له أهمية كبيرة خاصة في التغذية لمرضى السرطان والعلاج الكيماوي. طبعا بالنسبة لمرضى السرطان والعلاج الكيماوي أهم مشكلة تواجهنا من ناحية التغذية هي مشكلتهم في سوء التغذية، نقصان الوزن، فقدان الشهية خاصة خلال فترة العلاج أو بعد فترة العلاج فترة معينة. طبعا نحن عارفين العلاج الكيماوي هذا أصلا هم علاجهم الأساسي لمرضى السرطان، وبالتالي عندهم آثار جانبية جدا ممكن تستوي لهم مثل الشعور بالتعب والضعف العام، ارتفاع درجات الحرارة، الرعشة، صعوبات في التنفس، ممكن تكون مثلا نصف اللثة أو الأنف اللي يساعد على أن يمنعهم من تناول الأطعمة بشكل عام، أيضا تقرحات الفم من السوق تصير يعني في للإنسان، أيضا البلع وصعوبة في البلع أو الجفاف الفم، فقدان الشهية، هي كلها من أهم الجوانب الأساسية. لكن إحنا كأخصائيين تغذية لازم نركز أول شيء على عدة محاور، منها المحاور اللي هي محافظة على رطوبة الجسم والمحافظة على العضلة أو الأنسجة العضلية ومكافحة الجفاف، أيضا تقوية المناعة بعض عن طريق مكافحة بعض الأعراض الجانبية اللي يصادفها المريض خلال العلاج مثل التعب العام والضعف العام، أيضا حصول أساسي على السعرات الحرارية والطاقة، صحيح. أو
العناصر الغذائية ومكافحة سوء التغذية. طبعا هاي تكون في عدة جوانب أو عدة إرشادات، منها تناول وجبات صغيرة لتكون ما بين 6-8 وجبات يوميا، مع متابعة أن هذه أو التركيز على أن هاي تكون تدسيم الأكل. شو تدسيم الأكل؟ يعني إضافة زيت الزيتون عشان نقوي أو نزيد القيمة الغذائية فيها، استخدام الصوصات غنية بالكريمة، ممكن استخدام النشا أو الحليب للشوربات، أو تناول الأفوكادو مثلا أو الفواكه مع المكسرات لتقييم أو تعزيز قيمة الغذائية للوجبة. نعم. أيضا التركيز على الأطعمة أو الأغذية الطرية أو اللينة أو سهلة الهضم عشان تسهل على المريض سهولة البلع. أيضا شرب السوائل لمنع الجفاف مثل الشوربات والعصائر. نعم. المختلفة مثل الشاي والزنجبيل أو أي عصير من العصائر الطبيعية، ولمكافحة الشعور بالغثيان، لأن دائما المريض يكون عنده مشاكل. صحيح. يفضل أنه يبتعد عن الأطعمة اللي هي القوية مثل التوابل، ويستخدم الأطعمة والملاقات اللي هي ذات الروائح الخفيفة والحمضيات والنعناع أو الزنجبيل أو التوابل العشب اللي هو يحبها. نعم. دائما نركز أيضا على السعرات الحرارية المتناولة، تكون يجب أن تكون مفيدة من ناحية النشويات، وتكون مثل البطاطس، المعكرونة، الأرز أو المخبوزات بشكل عام، إضافة إلى المكسرات اللي تعزز من القيمة الغذائية من ناحية البروتين اللي نضيفها في مثلا كوب الكوكتيل. بالنسبة للوجبات الخفيفة يجب أن تكون عالية السعرات الحرارية عشان يستفيد المريض من ناحية السعرات. أيضا الإنسان دائما مرضى الكيموثيرابي أو العلاج الطبيعي صابون العلاج الكيماوي، أيوة العلاج الكيماوي، صابون بالإسهال، فممكن إحنا عن طريق تجنبهم للأغذية العالية من الدهون والمقالي تخفف من هاي المشكلة. أيضا تجنبهم المشروبات أو الأغذية العالية من الكافيين، ونستبدلها مثلا بالحليب ومنتجات الصويا أو اللوز أو البدائل الأخرى مثل الألبان. نعم. أيضا تتجنب الأطعمة الساخنة جدا أو الباردة جدا، لأنها ممكن تأثر على نسف اللثة أو مشاكل الجفاف اللي ممكن يصيبها للمريض. تناول الطعام دائما ما يكون في المطبخ، يبتعد عن روائح قوية مثل ما قلنا من قبل. صحيح. يفضل المريض دائما هو اللي يحضر الوجبة لنفسه عشان يقدر ياكلها وهو محضرينها بالطريقة اللي هو يبقيها، ويجب أن تكون مغطاة وغير مكشوفة عشان ما يتعرض لأي أمراض أو أي جراثيم للوجبة. بالنسبة لمشاكل الجفاف، ممكن يكون الإنسان يتجنب الأطعمة اللي تلتصق بالحلق، لأنه ممكن تسبب له يعني صعوبة أو مثلا ترجيع أو القيء المباشر. صحيح. ممكن مثلا يبتعد عن الأطعمة اللي تكون فيها ساخن جدا عشان ما تصير نسف للثة، ويفضل أيضا مضغ أو مص اللي هو مكعبات الثلج أو تناول الآيس كريم للتخفيف من المشاكل هاي. وأيضا إذا تناول مثلا بعض الحمضيات مثل الليمون ممكن تعزز من إفراز اللعاب وحاسة التذوق، بالتالي تخف مشكلة الجفاف عند المريض. صحيح. أحيانا يعني بعض المرضى يكون عندهم مشاكل مثلا مثل إحساس بطعم الأطعمة المعدنية، الطعام مثلا بطعم معدني في أو مرارة، وهذا بسبب بعض أدوات الطعام المعدني، فيفضل استخدام الأطعمة أو أدوات الطعام البلاستيكية أو الورقية في حال إحساس بهذا الطعام. نعم، هاي نقطة مهمة. نعم. أيوة، دائما بالنسبة للمكملات الغذائية، إحنا كثير من المكملات الغذائية ممكن الإنسان يأخذها عن طريق أخصائي التغذية، وهذه المكملات تكون مختلفة بالنسبة لحسب حاجة المريض كتدعيم للسعرات الحرارية ورفع السعرات الحرارية والطاقة. في النهاية دائما نقول لمرضانا الاسترخاء والابتعاد عن التفكير بالعلاج بطريقة سلبية، هذا جدا يساعدهم على علاجهم والتخفيف من الأعراض اللي ممكن يصابون بها مثل غثيان فقدان الشهية. ممارسة التمارين الرياضية بشكل خفيف كلا على حسب وضع الصحي، أيضا واستشارة في النهاية أخصائي التغذية في أي شيء يحتاج، خاصة من ناحية احتياجات التغذوية اليومية بحسب حالته. صحيح، وهاي نقطة جدا مهمة، يعني خاصة من ناحية التغذية، ما يحسبها أن لا هاي الأعراض بتطلع لي وأمشي، لا يعني يستشير أساس ياخذ التغذية السليمة له واللي يحتاجها. في تقنيات معينة. صحيح. أخصائي التغذية هو اللي بيفيد فيها، طبعا ممارسة الرياضة تخلي بعيد شوي عن التفكير السلبي. صحيح. نشكرك أستاذة فاطمة الخروصي لهذا الموضوع، صراحة اللي هو فائق الأهمية والنقاط اللي ذكرتيها.
شكرا حبيبتي. شكرا استاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. كموضوعنا هذا مستمعينا بخصوص تغذية مرضى السرطان والعلاج الكيماوي. ننتقل لفقرتنا الثانية وهي بخصوص موضوع السوشيال ميديا وأقل ما يدور فيها. ويانا زميلتنا أسماء الجناحي، صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور سيدي دكتورة، عليك على كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا، ننتظر الفقرة. في بداية نحب نأكد على موضوع طبيب لك المواطن. أمس كنا حاطين استفتاء في الانستغرام إنك هل أنت تستخدم التطبيق أو هل استخدمت التطبيق ولا لا. تقريبا الرقم كان شيء 80% أنهم ما استخدموا التطبيق. لما سألناهم كان في بعض الاستفسارات يمكنهم ما كانوا فاهمينها، من ضمنها أنهم كانوا يعتقدون أن الخدمة هاي فقط لسكان أو لمواطني المقيدين في مدينة دبي، لكن الخدمة هي لكل مواطن. فحبينا نأكد على هالموضوع، يعني كل مواطن عنده ملف في هيئة الصحة. نعم. لكن أول مرة إذا هو اتصل هو ما له ملف يعطوني رقم مؤقت، لكن بعدين يطلبون منه انه يفتح ملف في هيئه الصحه، ان يكون ملفه موجود عندنا يسهل وايد اشياء، انه يكون عنده ريكورد خاص فيه. يعني وايد اسباب اتوقع الاهل الاختصاص ممكن يجاوبون عليها في يوم من الايام، يعني اذا جبناهم في الاذاعه. لكن الخدمه هي اسمها طبيب لكل مواطن، مش طبيب لكل مواطن دبي، يعني هي لكل مواطن. حتى ان هالاشياء كانت يعني مثل استفسارات، يعني حتى تواصلنا مع كل شخص قال لا، والحمد لله في بعضهم قال نحن ما مرضنا بعدنا، فإن شاء الله ما يمرضون، لكن يكون موجودة حتى الاستشارات، مو بلازم من واحد يكون مريض إن شاء الله. نعم. واليوم إن شاء الله راح يكون الساعة 1 في قيادات قيادات في خدمتكم. هاي المبادرة هيئة الصحة سوتها إنه يكون في الحلقة توصل بين المسؤولين والجمهور. أحيانا ممكن يكون صعب على مدير المركز أو المدير التنفيذي إنه هو ينزل ويستجيب يشوف كل واحد، مع أنهم يسوونها، لكن العدد أكبر لما يكون في السوشيال ميديا، فيكون مباشر ويقدرون يتواصلون معهم في نفس اللحظة، يعني الموضوع كله لايف. ممتاز. بينهم وبين المسؤول، يعني هاي فكرة قيادات في خدمتكم، لأن قبل كانت يعني بداية الخدمة كانت موجودة أن يختارون يوم يقعدون مثلا يوم في الشهر يقعدون مثلا في الويتنج إيري ويتريون الناس، لكن شفنا الإمباكت أعلى والتواصل أعلى وأكبر لما يكون في السوشيال ميديا، فخليناهم كل شهر يكون في السوشيال ميديا. ممتاز. فرصة أن واحد إذا عنده ملاحظة، عنده شكوى، عنده استفسار كذلك، هي والتواصل يكون مباشر والمسؤول يرد عليه في نفس الوقت. صحيح. يعني أنا كله بيكون لايف، يعني مش مسجل. فاليوم إن شاء الله بنكون مع الأستاذ هنا طحوارة، وبنتكلم عن خدمات اللي يقدمها مركز دبي الأقطاب، إذا عندهم استفسارات، عندهم مقترحات، في شيء مبعد بينهم يبون يتغير. فالسهل الواحد يتواصل ياخذ ويعطي، يعني ممكن ياخذون ويعطون مع المسؤول خلال هذا النقل المباشر. فنحن موجود اليوم الساعة 1 مع الأستاذة هنا طحوار مدير مركز دبي الأخطاب، فاللي عنده سؤال يدخلنا على البريسكوب انستغرام او البريسكوب او الانستغرام لايف، موجودين من الساعة 1 للساعة 2 نجاوب على كل اللي هم يبونه. ممتاز. فهاي من الاشياء اللي بنسويها في السوشيال ميديا اليوم، ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول إن أردت أن تكون أكثر صحة وسعادة فعليك أن تبدأ بتغيير نمط حياتك، وكون أكثر قوة وإرادة لهذا التغيير الإيجابي. دائما دكتور الواحد لما يبغى يتغير البداية دائما صعبة، فلازم في البداية الواحد يكون شاد شوية على عمره، بس بعدين بيكون مثل نمط حياة بيكون خلاص وبيتعود عليه. هذه فالبداية دائما صعبة، لكن حياتكم وصحتكم مرتبطة بنظام حياتكم ونمط حياتكم اللي تعيشونه، سواء كان صحي ولا مو غير صحي. هذا راح كله راح ما يبين الحين، بعدين صح الواحد بيرد يشوف ورا، بيشوف كيف التطور اللي وصل له. ايه، ونتمنى لكل ان شاء الله تكون صحة وسعادة ومشكورين. نتمنى لك بعد كل صحة وسعادة. أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص السوشيال ميديا وأغلى ما يدور فيها. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برنامج التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله.
قبل ما ننتقل لفقرتنا ولقائنا اليوم بنذكر دراستنا. دراستنا تقول ما هي العادات الضارة للنوم. قالت الطبيبة ألينا جافر ليفو الأخصائية بمشكلات النوم أن أكثر العادات الضارة اللي تجعل النوم سيء هي استخدام الأجهزة الإلكترونية أو النوم أثناء مشاهدة جهاز التلفزيون. وتضيف موضحة في حديث أدلت به إلى صحيفة فيجيرنيا موسكوفا بأن الضوء الوامض وبالذات الضوء الأزرق يؤثر في إنتاج هرمون ميلاتونين وهو هرمون النوم ما يمنع الإنسان من النوم الجيد. وتشير الطبيبة إلى أن يجب قبل النوم الامتناع من مشاهدة برامج وأفلام الإثارة وعدم الإفراط في الأكل، ولكن في نفس الوقت عدم النوم جائع. وتنصح بعدم تناول القهوة والشاي قبل النوم لأنها مشروبات محفزة. وتأكد الخبيرة على أن النشاط البدني المكثف يؤثر سلبا في نوعية النوم، وتقول بالطبع ليس المقصود هنا نزهة قصيرة قبل النوم لأنها على العكس تساعد على نوم جيد، ولكن المقصود الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مساء حتى قبل النوم بأربع أو خمس ساعات. ويذكر أن الدكتور ألكسندر بالمان أخصائي مشكلات النوم أشار إلى أن عدد ساعات النوم الضرورية للإنسان هي 7 إلى 8 ساعات يوميا، ولكن هناك من ينام أقل أو أكثر من هذه المدة، وبالنسبة لهؤلاء النوم 7 ساعات سيكون كثيرا أو قليلا على التوالي. بداية تنصح من ناحية الأجهزة الإلكترونية أو حتى التلفزيون. يمكن ناس كثيرة تعودت أن قبل ما ترقد تشوف أجهزة الإلكترونية أو حتى تتابع شيء في التلفزيون، ومرات ننام ونحن بعدنا ياسين نتابع هذا الشيء أو حتى على أجهزتنا الإلكترونية، مما يؤثر سلبا حتى على نوعية النوم. مرات الشخص ينام 3-4 ساعات يحس أن نام نومه كفته، ومرات ينام 8 ساعات بس يحس أن بعده تعبان. فحتى نوعية النوم تأثر تماما في استفادتنا من النوم نفسه. مستمعينا ننتقل لحديثنا في فقرتنا الثانية، وبنتكلم عن خدمات عيادة البلع. ويانا الدكتور جمال يوسف استشاري أمراض الأنف وأذن وحنجرة بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور جمال. صباح الخير يا مسامي. الله يسلمك، صباحك الله بالنور والسرور دكتور. طبعا بالنسبة للبلع، طبعا من أهم الوظائف أو الأشياء اللي نسويها يوميا وتأثر سلبا أو إيجابا كذلك، يعني الواحد اللي عنده صعوبات في البلع حياته تقريبا كلها تتأثر بسبب هذه المشكلة. وطبعا جميل أن يكون في عيادة متخصصة بهذه النوع من المشاكل وهي عيادة البلع. فحابين نتكلم أكثر عن نوع هذه العيادة وما تقدمه للمرضى اللي عندهم مشاكل في البلع. طبعا الحمد لله عيادة البلع احنا فتحناها في شهر فبراير 2019، دي عيادة جديدة مفتوحة في مستشفى دبي. العيادة طبعا مسؤولة عن مشاكل البلع، وزي ما حضرتك قلتي ان البلع دي من الحاجات اللي فعلا مهمة جدا في حياتنا. في كل لحظة انا في خلال دقيقتين لازم اكون بلعت مرة. صحيح. الطبيعي ان انا ابلع اللعاب بتاعي دي اول حاجة، والاكل طبعا هو متعة من متع الحياه يعني. فطبعا المرضى اللي عندنا طبعا نسبه كبيره جدا من المرضى اللي هم كبار السن اللي عندهم الزهايمر والحاجات دي والباركنسون، بيبقى عندهم تاثر طبعا الاعصاب بتاعتهم فبتاثر على موضوع البلع. نعم. الناس اللي بيجيلهم جلطات، حتى الاطفال الصغار اللي عندهم شلل دماغي والكلام ده عندهم برضه مشاكل في البلع. فدي معظم المرضى اللي بيجونا بنشوفهم. طبعا عندنا الحمد لله تقييم في عياده البلع. طبعا يعني احنا عملنا عيادة البلع، احنا طبعا الخدمات دي بتقدم من زمان تحت الانف والاذن، ولكن درايه الناس عن الموضوع مش عارفه، يعني اللي عنده مشكله في البلع مش عارف يروح فين بالظبط. فاحنا للعياده حددت وزودت وعي الناس عن الموضوع، وبدا الناس تفكر في المشكله، ما يبقى عنده مشكله عارف هيروح فين. صحيح، وخاصه ان خصصته ان لهذه المشكله. بالضبط. فهذا الشيء كله يزيد الدقة في التشخيص. صحيح. كمان والدقة في العلاج، يعني نوعية العلاج نفسها بتختلف عن بابلك يعني.
فهذا يعطيها دور كبير كذلك. ونفس ما قلت الناس تعرف، لأن قبل يمكن يتحول على أخصائي جهاز هضمي وبعدين يكتشف لا في مشكلة في التابع للبلع. يعني احنا طبعا هو بشكل بلع يعني في جزء منها من البلعوم الجزء البلعومي. نعم. ودي الجزء الأساسي في مشاكل المرضى اللي عندهم مشاكل في الأعصاب، وفي مشاكل في الجهاز الهضمي لما يبقى فيه. احنا ما طبعا كل ما بتختلف الحاله من دي من دي، ده من تشخيص عام للحاله، ولو الحاله محتاجه حاجه في الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي اللي بيشوفها. ولو احنا من ناحيتنا طبعا من ناحيتنا غالبا هي اكتر مشكله في البلع عندنا. نعم. اللي بنشوفها في السن الكبير بالذات اللي هو الاسبريشن اللي هو الشرجه اللي عندي شرجه اثناء البلع او اثناء الاكل. فبالتالي احنا عندنا الحنجره المفروض تفصل الاكل عن الهواء، فانا في مشكله في الحنجره في حركه الاحبال الصوتيه او البلاعين، فالاكل ممكن ينزل على الرئه يعمل التهابات في الرئه، ودي اكتر مشكله بنخاف منها لانها لايف ثريتنج يعني بتهدد حياه المريض. صحيح. يعني فبالتالي احنا لازم نشخص الحاله دي. عندنا طبعا فحص البلع عندنا بواسطه المنظار. نعم. نعمل منظار اثناء البلع. نعم. وفي الفيديو فلوروسكوبي اللي هو استخدام الاشعه بالاشعه. نعم. بالضبط بالصبغة، والعيان بيدي له أكلات عليها صبغة بحيث إنه يأكل، ونشوف بالضبط اختلاف السماكة بتاعة الأكل. في بعض المرضى السوائل بتبقى بالنسبة لهم مشكلة، ودي أكثر المرضى العصبيين السوائل، فبندي بعض الأحيان حاجات بسيطة جدا، ويعني بإرشاد الأهل كيفية طريقة البلع الكلام ده كله. نسبة فوق 50% في المرضى ما يحتاجوش أكثر من كده، اللي هو نعمل نزود الوعي عندهم، نبدأ نعلمهم إزاي يأكلوه بالراحة، إزاي ما طبعا المريض لازم يكون جالس كويس، يكون فايق واعي، ما يكونش نايم يعني في بعض. فبنديله فلويد سيكنر برضو اللي هي المسمك للسوائل، لان السوائل بتنزل بسرعه فبتعمل له ايه ان يشرب. بالظبط. فبنديله حاجه اسمها فلويد سيكنر مع الاكل، ندي اكل ماجد دايت، ومرضى كتير قوي بيعدوا انه يمشي على الغرفه الفيدي. في بعض المرضى تبقى المشكله كبيره جدا يعني مش قادر، والحالات الخصوصا اللي هم الالزهايمر والسيفير يعني ديمنشيا. نعم. فدول بنضطر ندخلهم على بيج، نتعمل لهم بيج تيوب اللي هي الفتحة في المعدة. في المعدة. نعم. لأن المريض بيكون يعني نسبة التحسن لو مش عالية، ما لقيناش نسبة تحسن عالية، والعيان تعرف الديمنشيا مش ريفيرسبل يعني. صحيح. فبالتالي لكن لو حالة ستروك مثلا عندهم جلطة أو حاجة من دي، الجلطة بيتحسن بعديها، فده بنمشي عليه إن هو نبدأ نديله علاج، ونبدأ نأكله بالنيزوجاستريك مع تدريبات على اللي هي البلع. وعندنا طبعا هنا الخدمات اللي بنقدمها بالنسبه للعلاج. نعم. زي ما قلنا الارشادات للنوع الدايت بتاعته وطريقه البلع، بنعمل تدريبات للبلع في العياده. ممتاز. وعندنا برضو جهاز التحفيز الكهربائي للبلعوم برضو بنستخدمه، ده جهاز جديد برضو موجود عندنا بنعمله بيجيب نتائج الحمد لله. احنا ما شاء الله عندنا في بقى لنا ما كملناش سنه، عندنا حوالي زيارات يعني قربت حوالي 500 زياره ما شاء في العياده. الله. واحنا عندنا يوم واحد في الاسبوع فقط يعني، فالحمد لله عندنا ريت كويس جدا، وهذا يعكس اهميته وكذلك الناس اللي محتاجه لهذا النوع من الرعايه. بالضبط. انا ما كنتش متخيل ان احنا هيبقى عندنا هذا العدد في الفتره القصيره دي. يعني احنا ريت عندك عياده في الاسبوع بتشوفي مثلا المتوسط المفروض 10 حالات 12 حاله، لا احنا بنعدي ال 15 حاله في. طبعا ما نقدرش نقول لعيان ناجله، فبالتالي بنعمل اوفر بوكينج حالات كتير، وفي حالات بنشوفها في الايام العاديه الثانيه. يعني لو عيان جاي في يوم مش يوم العياده، ممكن احيانا نبص ان نشوفه برضو عشان برضو ما نبقاش في ويتنج ليست عندنا كبيره يعني. صحيح. وخاصه مشكله البلع يعني مشكله كبيره، يعني مو فقط صعوبه يعني نفس ما ذكرت الشرقه، الواحد اذا شرق باكل كلاء او وخاصه كبار السن يعني فيسبب لهم التهابات كثيره في الصدر. بالضبط. 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 احنا عندنا يعني حاجه اسمها لايف ثريتنج، انت عارفه الحاجه تهدد الحياه. صحيح. العيان لو حصل له الشرقه دي والتهابات رئويه في السن الكبير ده ممكن تؤدي لا قدر الله اشياء اخطر من كده كتير. فدي نمره واحد عندنا السيفتي. صحيح. يعني امان المريض الاول، وبعد كده نبدا نقول التغذيه. يعني عندنا الاكل يعني احنا وظيفتنا وظيفه البلع. نعم. ان انا اتاكد ان هو يكون امان امن، يعني العيان ما يحصلوش شرقه ما يحصلش حاجه على الرئه. نعم. وكافي للمريض. في بعض المرضى ما بقاش عندهم شرقه قويه، ولكن المريض بطيء جدا في البلع، ممكن ياخد مثلا في روب في مثلا غرشه روب ياخد فيها اكثر من نص ساعه او ساعه. طب العيان ده هل دي هتكفيه كتغذيه مطلوبه له؟ ما بتكفيش. فبعض الاحيان بنضطر نتدخل بايه؟ نون اورال فيدنج معاها، يعني اشياء اضافيه عشان هي فدي بتبقى مهم جدا امان الاكل امن. نعم. وكافي.
فدي نقطة برضو مهمة جدا. ممتاز. تفضلي. دكتور، موقع العيادة وأوقات عملها؟ العيادة موجودة في مستشفى دبي. نعم. عيادة البلع كل يوم اثنين، موجودة من كل يوم، من كل يوم اثنين. نعم. من الساعة 7:30 صباحا للساعة 2:30. ممتاز. يوم واحد في العيادة سهلة جدا، تحويل لو أي مريض طلب من أي حد من دكاترة يحولني على عيادة البلع، سهلة جدا، سوالون كلينيك يعني ما فيهاش مشكلة. واحنا بنعمل عين حتى لو العين جاي مباشرة بنفسه من غير تحويل، احنا بنبسط الموضوع جدا، احنا ما بنعملش ان احنا المريض لازم يلف لفة طويلة، لأن العيان جاي لنا مخصوص حاجة سبيسيفيك لنا يعني. ما تقصرون صراحة دكتور، يعني ويعني وخاصة يعني تفهمكم لهذا الموضوع، وكذلك أن هذه المشكلة يعني الناس كثيرة يعانون منها، وكذلك يعني يتعبون من هذه المشكلة. وناس ما قلت يعني مرضى أكثر الشق الحنجري برضو اللي هم عندهم مشاكل برضو في النفس مع البلع، فطبعا لازم الأول نقيم البلع والعيان يقدر، لو شلنا الأنبوبة اللي هي تراكيوستومي يعني اللي هي الشق الحنجري، نعم، هل هيبقى أمان للبلع والكلام ده كله. والحمد لله بنقدر، في مرضى والله بيقولنا يعني بقى لهم سنتين ثلاثة معمول لهم الشق الحنجري، والحمد لله قدرنا ان احنا نشيل لهم الايه التراكيوستومي دي، الحمد لله. لان قرار ازالة التراكيوستومي دي من اخطر القرارات، ومحتاجة فعلا خبرة عالية في الموضوع ده. صحيح. الحمد لله عندنا مرضى بقى لهم سنتين ثلاثة، وكل الدكاترة خلاص عفانتي عشان يأمن يعني نأمن المريض لو في ريسك، فطبعا احنا بنحاول نشجع المريض ونقول ان احنا مع بعض ناخد الريسك بحيث ان احنا نشيل الأمور نخلص منها، لأن دي مشكلة يعني ديسيبل كتير للعيان. صحيح. يعني محتاج رعاية كاملة ورعاية تمريضية. صحيح. ورعاية مستشفى، لكن المريض ما بنشيله التراكيوستوم حياته بتتغير تماما. أكيد أكيد. ويمكن يعني مجموعة كبيرة تعتبر البلع شيء بسيط، بس يعني حتى لو شيء بسيط بس يعني أثره كبير على أي شخص يعني، سبحان الله. بالضبط بالضبط. صحيح. بالضبط. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور جمال. الله يكرمك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا. دكتور جمال يوسف، استشاري أمراض أنف وأذن وحنجرة بمستشفى دبي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص الحديث عن خدمات عيادة البلع. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-055-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتحدث عن خدمات تخطيط الأعصاب، ويانا الدكتورة نهال زهير الشاذلي، أخصائي أول فسيولوجية عصبية في مستشفى راشد، وبتحدثنا أكثر عن هذه الخدمات. صباح الخير بالخير دكتورة نهال. دكتورة نهال. أي نعم. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا، حياك الله ويانا في البرنامج. اهلا بيك، متشكرة على احدكم لينا الفرصه للتدخل والمداخله، عمل مداخله في البرنامج. شكرا دكتوره. طبعا خدمات تخطيط الاعصاب لها فوائد كثيره، وكذلك واحده من اهم الخدمات اللي يقدمها قسم الاعصاب او في مستشفى راشد، فحابين نتكلم اكثر عن نفس الخدمه، خدمات تخطيط الاعصاب، وشو الجديد على هذه الخدمه حاليا؟ هي وحدة الفسيولوجيا العصبية في مستشفى راشد هي الوحدة المعنية بتقديم الخدمات بتاعة التشخيص الكهربي العصبي. نعم. وهي بتشمل التخطيط الكهربي للدماغ اللي هو بنسميه عامة رسم المخ. نعم. وتخطيط الأعصاب والعضلات والتخطيط الكهربي للأطراف، وهي جزء أساسي يعني من إجراءات تشخيص مجموعة كبيرة من الأمراض العصبية، بالذات أمراض الصرع واضطرابات كهربية المخ والصداع النصفي والشقيقة، التصلب المتناثر، أمراض العضلات والأعصاب الطرفية واضطرابات الحركة وهكذا. نعم. الوحدة في مستشفى راشد تعتبر هي الوحدة متميزة جدا، على أساس أن هي الوحدة الوحيدة من نوعها في هيئة الصحة في دبي، وهي فيها 5 غرف متكاملة التجهيز لتخطيط الكهربي للدماغ مع التصوير بالفيديو والتخطيط الكهربي للأعصاب والعضلات والجهد المستثار. نعم. وكمان فيها ماكينات تخطيط الدماغ المحمولة، واللي هي بتمكن إجراء الاختبارات لمرضى الحالات الحرجة في أماكن إقامتهم في العناية المركزة في المستشفى، ما بنحتاجش نقلهم للوحدة، مراعاة يعني لحالتهم الصحية الغير مستقرة. صحيح.
وبما ان احنا جزء يعني من خطة دبي عشان نجعل دبي مركز عالمي للعلاج والاستشفاء واستعمال الذكاء الاصطناعي، فاحنا افتتحنا وحدة اقامة ممتدة للمراقبة المتكاملة لمرضى الاضطرابات الكهربية المخ، ودي بتستعمل تقنيات التخطيط الهوائي للدماغ والتسجيل عن بعد. فده بيسمح لنا ان احنا نعمل تشخيص متكامل للامراض الصرعية. نعم. وأمراض اضطرابات الكهربية المرتبطة بالأمراض الصرعية، مع إمكانية تجول المريض الحر في المستشفى كله أو حتى في البيت، ده نوع من التيسير عليهم أثناء فترة الإقامة الممتدة في المستشفى. صحيح. طبعا ده أكيد بينعكس على راحة المريض وعلى سعادتهم في دبي السعادة يعني. صحيح. كمان بيبقى بيدينا أفضل السبل العلاجية، بنقدر نحدد عن طريق المراقبة الممتدة أفضل السبل العلاجية سواء كانت دوائية أو جراحية من داخل دبي، دون الاحتياج ان احنا نبعث المرضى دول للخارج كما كان يتم في السابق يعني. فعشان نوصل للاهداف بتاعتنا في الوحدة، عملنا توحيد لبروتوكولات الاختبارات على الاسس والمعايير العالمية. ممتاز. وعملنا مسح شامل احصائي للقيم المتوسطة العادية والحدود القصوى للمعايير دي، بحيث انها تبقى على المستويات العالمية على نفس القدم وساق يعني مع المستويات العالمية في مختلف الأعمار وكمان العرقيات المقيمة بدبي، لأن كل عرقية بيبقى فيها اختلافات طفيفة ما بين عرقية وعرقية. صحيح. أو جنسية وجنسية في القيم. صحيح. الهدف منه هو تدقيق النتائج بتاع الاختبارات وما يحصلش أي أخطاء في نتائج الاختبارات في أي يوم يعني أو في أي مرحلة من المراحل. ممتاز. كمان حاولنا ان احنا نعمل المشكلة اللي كانت دايما بتواجه المرضى عندنا في المستشفى راشد، هي طول قوائم الانتظار. صحيح. فاشتغلنا على بالضبط كده، فاشتغلنا على المحور ده في مدة طويلة، ونجحنا الحمد لله في خلال سنة في خفض من مستويات الانتظار وقوائم الانتظار من 32 يوم الى 3 ايام كحد اقصى. ممتاز. مع التعامل المباشر في الحالات الحرجة أو اللي هي بتحتاج تدخل سريع، فبيبقى الخدمة بتقدم في ساعتها على طول مباشرة. ممتاز. وهذا جهد تشكرون عليه دكتورة صراحة، لأن الحمد لله ربنا وفقنا، ويعني بالتوجيهات الشيخ محمد أطال الله عمره ان احنا نسهل ونجعل دبي مركز للسعاده ولراحه الاجناس المختلفه المتواجده في دبي، فطبعا ده بيدينا حافز ان احنا نشتغل اكتر وندي عطاء اكتر للمرضى. الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وصراحه يعني اي شخص يحتاج الخدمه ويحس ان الموعد صراحه طويل او يعني بعد يعني سبحان الله يعني شعور بالمريض نفسه ان يحتاج هذه الخدمه وتتقدم له باسرع فرصه، يعني هذا مجهود كبير صراحه وتشكر عليه. في الأول وفي الآخر هي خدمة إنسانية، لأن صحيح. إحنا رسالتنا رسالة إنسانية بالدرجة الأولى، ولازم الطبيب أو القائم على الخدمة الصحية يبقى شاعر بمشاعر ومشاكل المريض وحاجته لإيجاد إجابة على تساؤلاته يعني. صحيح. وما يريح من مشكلته أو من مرضه بأسرع ما يمكن، وكذلك أخذ للعلاج المناسب يعني في وقت زمني معين قبل ما تتفاقم الحالة كذلك. بالضبط. ما احنا في وبناء على ذلك احنا قلنا هنخرج نتائج حتى الفحوصات، اعطينا نفسنا حد اقصى يوم واحد لاخراج النتيجة او التقرير. ممتاز. خلال يوم على الاكثر. ممتاز. بحيث ان احنا في اقصر مدة ممكنة تكون نتائج دقيقة لكل الفحوصات العصبية في خلال مدة يسيرة. ممتاز. على الرغم من احنا زادت عدد الاختبارات اللي احنا بنجريها في الوحدة من 2300 في عام 2014 إلى 5000 فحص في 2019. ما شاء الله. الحمد لله نجحنا إن إحنا نبني جسور من الثقة ما بيننا وبين المرضى. صحيح. وجسور من الثقة ما بيننا وبين مقدمين الخدمة العلاجية في أجزاء الأخرى. صحيح. من ممتاز. دكتورة طبعا لهذه الخدمة كم عدد المرضى المستفيدين من هذه الخدمة اللي تقدم في بالنسبة لفيزيولو بالنسبة لخدمات التخطيط الأعصاب؟ احنا يعني بنهدف ان احنا اي مريض متقدم للحصول على خدمة للامراض العصبية سواء كان في مستشفيات هيئة الصحة او المراكز الخاصة، اي واحد فيهم بيحتاج ان هو يعمل اجراء لفحوصات عصبية فهو مرحب به في اي وقت. وصلنا الى حوالي 5000 فحص. ما شاء الله. دول عدد المرضى اللي هم بيبقوا مترددين على العيادات وبيطلبوا عندنا في العيادة خدمات الفحوصات العصبية. نعم. وكمان مدينا الخدمة كمان لتدريب التقنيين
والملتحقين بمستشفيات الهيئة، ومدينا الخدمة للمستشفيات الهيئة الأخرى زي مستشفى دبي ومستشفى حتى، وأنشأنا يعني وحدات صغيرة كده، ساهمنا في إنشاء وحدات صغيرة في مستشفيات الأطفال في جليلة، في الجليل مستشفى الجليلة ومستشفى لطيفة، عن طريق تدريب الفنيين والمهنيين الموجودين. ممتاز، يعني تركيزكم على ليس فقط يعني كشيء يعني بس خدمة يعني مثل استكشافية أو خدمة يعني لغرض تحديد أو التشخيص، كذلك للتدريب. للتدريب أكيد، لأن ده جزء لا يتجزأ من رسالتنا، إن إحنا نوجد كوادر مدربة قادرة على القيام بالخدمة دي علشان سرعة التقديم والكفاءة. صحيح. يعني إحنا بنهتم جدا بجزئية الكفاءة ومرونة تقديم الخدمة في أي مكان في اللي يحتاجه المريض. صحيح. عشان ما يعتمدش على مكان واحد وما تكونش خدمة مركزية، لا يكون لها فروع في أماكن أخرى. دكتورة نهال، إذا الشخص احتاج لهذه الخدمات يحتاج أن يتحول ولا يعني يتواصل وياكم على طول في مستشفى راشد؟ لا، بيحتاج أول إلى زيارة طبيب الأعصاب. نعم. لأن هو اللي بيقوم مبدئيا بعملية الكشف الكامل المتكامل على المريض وتحديد نوعية المشكلة اللي بيعاني منها المريض، وبالتالي بيقدر يعمل اختيار للفحوصات المناسبة اللي هتخلي الطبيب يوصل إلى التشخيص المناسب المطلوب بالنسبة لكل حالة، وبناء عليه بيكون طبيب المعالج بيقوم بتحويل المريض للوحدة عندنا، وفي خلال 3 أيام على الأقصى بنكون المريض حصل على موعد ونتيجته بيحصل عليه، إن لم يكن في نفس اليوم فبيكون في اليوم الثاني. في تساؤلات دكتورة نهال مرات يتعرض لها المريض أو أن يكون متخوف منها قبل إجراء هذه الفحوصات، خاصة بخصوص الألم، هل هذا الفحص بيسبب لي ألم إذا سويته؟ هل التخطيط بيسبب لي ألم لكشف بخصوص الأعصاب؟ فدائما تتوارد لنا هذه الأسئلة. أكيد، هو أي شيء جديد أو مجهول بالنسبة لأي شخص فهو بيبقى له دائما على تساؤلات، ولكن إحنا بنحب نطمئن جميع المرضى المحتاجين للفحص ده إن هذا الفحص غير مؤلم على الإطلاق. أهم شيء إن يكون المريض مسترخي، وإحنا قبل ما بيبدأ الفحص بنبقى عندنا مجموعة مجهزة من الفنيين والتقنيين بيبدأوا بشرح طبيعة الفحص للمريض وبطمأنته وبيدوله شيء من التجربة، يعني يقوله طب جرب وابدأ، لو شعرت بأي ألم إحنا معاك موجودين، ولكن هو بصفة عامة هو فحص غير مؤلم أيا كان نوعه. ممتاز، ممتاز. الجميل كذلك اللي ذكرتيه يعني أن يطمنون المريض كذلك، وهذا له دور وايد كبير، يعني أني أنا داخله شوي متخوف يقولي نحن وياك، إذا حسيت بأي شعور نحن بنوقف لك، يعني الواحد حتى يدخل وهو مطمن أن حتى لو حسيت بأي شيء أنا بطمن أني أكمل حتى في يعني الموجودين وياي بالعكس هم معايا يعني في أي وقت. ده أكيد، وده يجب يعني برضو إحنا بنقول إن الحالة النفسية للمريض أيا كان هذا المريض بتبقى جزء كبير من علاجه وتعاونه مع المريض مع الطبيب للوصول لأفضل خدمة طبية بالنسبة له، فالتعامل معاه بهدوء ورحمة وشرح كل ما خفي عنه قبل بداية أي فحص أو حتى أي علاج بيساهم مساهمة كبيرة جدا في استجابة المريض للعلاج. صحيح. أو الفحص الطبي، وهذه نقطة جدا مهمة، مرات مرضى يجونا حتى يعني مشكلة معينة حتى بيطلعون مرات من عند الطبيب أو عند أي خدمة يقولك خلاص يعني حسيت أني أنا ارتحت مو محتاج الدواء الفلاني، أو يعني حتى تكون نص العلاج تقريبا إذا ما كان كله. أكيد أكيد أكيد. دكتورة نهال، كذلك تكلمتي عن المراقبة الممتدة عن بعد، يعني هالموضوع جدا مهم خاصة الناس اللي يعني ما تقدر تقعد فترة طويلة في المستشفى، أو أنها بتقعد بس يعني نفس ما قلتي مرات يكون المريض موجود بس يقدر يلف في المستشفى ويكون موجود وفي نفس الوقت يجرى له الفحص في هذه الفترة، فكيفية دقة هذه نتيجة هذه الأجهزة أو كذلك دقة قتها؟ يعني أكيد ناس كثيرة بتتساءل يعني نفس النمط السابق أو أن نمط جديد بنفس كفاءة النمط السابق ويمكن أحسن عنه. هو نفس الشيء اللي حضرتك ذكرتيه في الآخر، هو نفس النمط السابق بس بكفاءة أعلى بكتير. حضرتك طبعا لا يخفى على جميع المستمعين إن التطور العلمي واستعمال الإنترنت والذكاء الاصطناعي أمكن لنا حاليا إن إحنا
من المعلومات والتخطيط والرسائل وكل شيء عن بعد. صحيح. فمش ممكن نقارن مثلا الجوال أو المحمول من سنوات بحال الجوال الموجود حاليا. صحيح. ونفس الشيء بالنسبة للتطور الطبي اللي موجود في مجال الفحوصات العصبية. استعمل الشركات أنتجت أجهزة حديثة جدا بتستعمل نفس التقنيات في نقل المعلومات الطبية ونقل الموجات الكهرومغناطيسية الخارجة من الدماغ عن طريق الهواء، يعني عن طريق شبكة الإنترنت، وتسجل عن بعد. ده بيعطينا طبعا فرصة ان احنا نفحص من بعيد، من مكان بعيد، وان احنا نسجل لجميع المرضى من أماكن تواجدهم، سواء كان موجود داخل المستشفى بس في مكان بعيد، أو موجود أو بيتجول بشكل حر، أو موجود في بيته حتى، وبنقصيه جهاز صغير جدا بيتعلق زي جهاز الهولتر بتاع رسم القلب. نعم. بيسجل على المدى مستمر في خلال اليوم، وبتتنقل لنا مباشرة الموجات على الشاشات الموجودة في المستشفى، فبنقدر نعمل مراقبة كاملة للمرضى. ممتاز. وهذه يعني مثل يعني قفزة نوعية صراحة، يعني أن تكون بطريقة بسيطة، وكذلك الهولتر أو المراقب يكون صغير يعني مش كبير، بحيث أن الواحد يستصعب عليه حمله. دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. أقول لجميع المستمعين أن إحنا في مستشفى راشد وفي هيئة الصحة هدفنا هو إسعادكم وراحتكم وتقديم أفضل خدمة طبية وفقا للمعايير العالمية، وإن إحنا دائما مرحبين بوجودكم، ورسالتنا هي رسالة الرحمة والإنسانية لكم جميعا. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة نهال. شكرا ليكي جدا. شكرا لإتاحتكم الفرصة لنا لإبراز خدماتنا في برنامجكم الجميل. إن شاء الله يكون التواصل أكثر وأكثر إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. أهلا بك. شكرا لك. شكرا دكتورة نهال. دكتورة نهال زهير الشاذلي، أخصائي أول فيزيولوجية عصبية في مستشفى راشد، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص الحديث عن خدمات تخطيط الأعصاب، وكانت هذه آخر فقرة لنا في برنامجنا بخصوص لقاءاتنا بخصوص هذه المواضيع. ومثل ما ذكرت لنا دكتورة نهال أن متواجدين هم في مستشفى راشد، ويحتاج الشخص إذا احتاج لهذه الخدمات يكون تحويلا من طبيب الأعصاب مباشرة لتلقي هذه الخدمة. وطبعا مثل في ناس وايد تستفسر، وطرحت الموضوع لدكتورة نهال بخصوص الآلام، إذا الشخص يتخوف مرات، في ناس تتخوف من ناحية هل بشعر بألم عند الفحص، يعني بخصوص تخطيط الدماغ أو تخطيط الأعصاب. نفس ما ذكرت أن ما في تكون آلام، بس كل شخص يكون متخوف، خاصة إذا كان أول مرة يتعرض لفحص معين. والجميل كذلك أن دخلوا أشياء كثيرة ومتطورة، مثل المراقبة المبتدأ عن بعد لهذه الفحوصات اللي بتساعد ناس كثيرة، كذلك في أنها تجري الفحص إذا ما قدرت سواه في المستشفى تقدر في بيته، أو كذلك إذا كانت في المستشفى ما تقدر تقعد فترة طويلة، والشخص وهو يتحرك يدخل يطلع يقدر يسوي هذه الفحوصات. طبعا الحمد لله التطور يوم بعد يوم يزيد، وخاصة في التقنيات الطبية، والحمد لله هذه الأشياء حتى مع تطورها موجودة كذلك في هيئة الصحة بدبي. ذكركم مستمعين بخصوص طبيب لكل مواطن. طبعا الخدمة متاحة لجميع المواطنين، سواء كنتوا في دبي أو في أماكن ثانية كذلك في الإمارات. بالنسبة للخدمة تحتاج بس فقط انترنت يكون موجود وياك، وتقدر تتواصل تاخذ الموعد اول شيء عن طريق مركز الاتصال 800-342، تاخذ الموعد مع طبيبك. اذا عندك استفسار، اذا عندك بخصوص دواء حابب، يعني انت على ادويه معينه تبغي تاخذ الدواء مره ثانيه، كذلك استفسارات بخصوص التحاليل نتائجها او الاشعه، وانت قاعد في بيتك تقدر تاخذ ابدال توجهك للمركز الصحي، ويكون طبعا كله موجود عندهم في السيستم، لان السيستم طبعا
كامل موحد. هذه كانت فقرتنا لليوم مستمعين وحلقتنا لليوم مستمعين الكرام. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج وائل القواسمة، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البصلي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. نتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.